مرحبا بحلقة جديدة للو فيجن. اليوم بدي انوه على خطأ ورد في الحلقة السابقة اللي هو الفيجن ريابليتيشن نمبر 1 اللي كنت احكي فيها لما انا بدي اعرف الديوبتريك باور اللي انا محتاجها لأكبر او لأوصل للفيجوال اكيت الهدف. فكنت انا احكي بما انه مسافة الفحص عندي 40 سنتيمتر، فاذا 100 مقسوم 40 2.5 ديوبتر، القصد فيها 2.5 ديوبتر، كل 2.5 ديوبتر من الباور اللي انا بدي اياها راح تعطيني 1 ماجنيفيكيشن. بما انه انا قبل ما احسب كم ديوبتر راح يعطيني كل واحد ماجنيفيكيشن، انا حسبت باستخدام الفيجوال اكيتي، الفيجوال اكيتي الهدف تقسيم الفيجوال اكيتي الحاليه، العدد الكبير تقسيم العدد الصغير، حصلت على الماجنيفيكيشن اللي انا محتاجها. اللي حكيت لكم اياه سابقا انه بما انه عندي الماجنيفيكيشن اللي انا محتاجها ضربتها في الاثنين ونص اللي هي حاصل مقسوم المية على 40 سنتيمتر، راح احصل على الديوبتريك باور اللي انا محتاجها للميكروسكوب، اللي انا محتاجها للفيجوال ايدز اللي بدها تكبر لي الحرف. فنفرض حصلنا على 12.5 ديوبتر، وكان انا عندي الشخص البريسكريبشن تبعته بلس 3 للنير. بما انه البلس 3 للنير على مسافة 40 سنتي هو كان عامل ادابتيشن لهاي الفوكال ديستانس، فانا بدي اعمل ال 12.5 ديوبترز، بدي المية تقسيم 12.5 احصل على الفوكال ديستانس الجديدة، بعديها بضيف ال 12.5 على السفيريكال باور اللي عنده اياها. اللي ورد بالحلقة السابقة حكت لكم ال 12.5 على سبيل المثال بجمعهم للسفيريكال باور تبعت النير، ومنها بحصل على الفوكال ديستانس الجديدة. فحسب المراجع العلمية لللو فيجن، انا بالاول بحصل على الديوبتريك باور اللي ناتجة من هذا الماجنيفيكيشن لمسافة 40 سنتي، منها بوجد مسافة الفوكال ديستانس الجديدة راح تكون اقل بالمحصلة، بعديها الديوبتريك باور هاي بضيفها للسفيريكال بريسكريبشن. فوجب التنبيه على هذا الخطأ الورد سهوا بالحلقة الاولى. بالنسبة للفيجوال اكيوتي شارت، لو احنا اجينا بدنا نحكي على سبيل المثال، نبلش بالكمبيوتر. الكمبيوتر لما انا بدي افتح برنامج الوورد رح يطلع لي النوميريكال يونت، الوحدة اللي بقيسوا فيها الاحرف اللي هي الان. فالان شو المقصود فيها؟ بحكي لك بما انه انا عندي اغلب النير شارت بقيسها بوحدة الام، الون ام هي ال 100% المستوى اللي انا دايما بحاول اوصل له للقراءة. فبيحكي لك لأحول الان المسافة او الوحدة اللي موجودة بالكمبيوتر ببرنامج الوورد على سبيل المثال، كيف بدي انا المقياس الحجم للحرف هاد، كيف بدي احولها لوحدة ام اللي بنشوفها بالنير تشارت. فبيحكي لك كل ام هي بتساوي مقدار الان اللي انا عندي اياه تقسيم 8. فعلى سبيل المثال كان انا عندي لوحة في جبت مثلا ال 54 الحجم الحرف اللي ببرنامج الوورد 54 قسمته على 8، اللي رح ينتج لي هو اللي رح يساوي لي بمقدار ام اللي بستخدمه بالنير فيجوال اكيوتي شارت. طيب الام هاي اللي عندي اياها بالنير فيجوال اكيوتي شارت لو انا بدي احولها للديسيمالز، بما انه انا احيانا بتعامل مع تابلت مع ايباد عليه ابلكيشن بس مكتوب لي بالديسيمالز، فانا كيف بدي احول الام للديسيمالز؟ بدي اشوف النير تشارت بالعاده بكتب لي هذه القياسات وجدت لاي مسافه فحص. فاذا كان كتب لي على مسافه 40 سنتي، فانا بدي احط ال 40 سنتي بالمتر، بدي احولها لمتر فاصلة 0.4 تقسيم الام اللي عندي اياها بالتشارت. فنفرض المريض قرر ل 0.6 ام، فانا بحكي 0.4 متر تقسيم 0.6 اللي هو قرأها راح احصل على الديسيمالز اللي اذا ضربته ب 100 على 100 بحصل على السنيلن تشارت. طيب لو انا اجيت بدي احكي
بدي احول السلينين شارت، او على سبيل المثال انا كنت عم بوجد بالوحدة الديسيمالز للفارفيجنز على مسافة مترين، حصلت على 0.8، بس انا المسافة الفعلية اللي عندي اياها بالغرفة هي 4 متر، فكيف انا بدي احول الفيجوال اكيوتي اللي موجودة عندي على هذا الشارت اللي كان كاتب لي ملاحظة، هاي القياسات الموجودة على الشارت انوجدت لغرفة فحص مترين، يعني الديستانس ديزاينز المسافة اللي صمم لها الفيجوال اكيوتي كانت مترين، المسافة الفعلية اللي بغرفة الفحص كانت 4، كيف انا بدي احول الفيجوال اكيوتي على سبيل المثال 0.8 للفيجوال اكيوتي شارت اللي مصممة لمترين، كيف بدي احولها او احصل على الديسيمالز الفيجوال اكيوتي الفعلية لغرفة فحص 4؟ القانون بيحكي الفيجوال اكيوتي الجديدة اللي بدي احصل عليها بتساوي المسافة الفعلية للغرفة الأربعة متر هاي بضربها بالفيجوال اكيوتي اللي انا اخذتها من الشارت، بقسمها على المسافة اللي صمم الشارت لإلها، بهذا المثال 2 يعني 4 متر ضرب 0.8 الديسيمال فيجوال اكيوتي اللي حصلت عليها مقسوم 2 اللي الفيجوال اكيوتي شارت اتصممت لإلها، ومنها بستخدم هذا القانون حتى لتحويل النير فيجوال اكيوتي شارت من مسافة لمسافة ثانية. فعلى سبيل المثال اذا بتشوفوا النير فيجوال اكيوتي شارت لماركت زايس راح تشوفوا انه بيستخدم وحدة ام، بس كاتب لك على الشارت انه هذا الفحص وجد لمسافة 33 سنتي. طيب اذا المريض كان ماسك الكتاب على مسافة 40 سنتي، فبهاي الطريقة انا بقدر احول من على سبيل المثال هو كان ماسكها على 40 سنتي، يعني فاصلة 4 ضرب الفيجوال اكيت اللي انا حصلت عليها، بقسمها على المسافة اللي اتصمم إلها الديزاين على فاصلة 33، فبحصل على الفيجوال اكيتي بالام لمسافة 40 سنتيمتر. بعديها اذا حبيت احولها للديسيمال بحكي مسافة الفحص اللي مسكها المريض 40 سنتيمتر يعني فاصلة 4 متر، بقسمها على وحدة ام اللي طلعت معي لمسافة 40 سنتيمتر، فبحصل على الديسيمال. هاي القواعد لازم نتمكن فيها لانه هي الوسيله اللي راح توصل لي للماجنيفيكيشن اماونت للديوبتريك باور اللي انا راح احتاجها لللو فيجن بيشنت. طيب لو اجينا نحكي بنسمع للبعيد، احنا بنستخدم مساعدات بصريه راح احكي لها تلسكوب، بنسمع بين الجاليليو ديزاين وبين الكيبلر ديزاين، فعشان انا افرق بينهم الجاليليو استخدم لي عدسه محدبه مع عدسه مقعره في بناء هذا التلسكوب، لكن الكيبلر استخدم لي عدستين محدبات 2 convex lens اللي راح تعطيني inverted image، فبضطر اضيف لمكونات هذا التلسكوب prism لاعمل inversion لهي الصورة. اذا بما انه انا ضفت مكون جديد على التلسكوب الكيبلر فبعرف انه انا راح يزيد عندي وزنه، فهاي من احد المساوئ المهمة للكيبلر تلسكوب. طيب في شيء عندي اسمه مايكروسكوب اللي انا بستخدمه للنير فيجن، للنير فيجن انا دائما بدي اشوف اذا كان عنده العين الاخرى ما بشوف فيها تماما، فبعرف انه انا راح اعمل مونوكيلر. اذا كان بشوف شوي فيها مش عمياء بشكل تام، فبعرف انه انا راح اعملها اكلوجن. طيب اذا كان انا عم بشوف كمان بالعين هاي وبدي اعمل له مايكروسكوب، فشو الحل؟ الحل انه بدي استخدم للعين السيئة، خاصة اذا كان عندي لو فيجن بيشنت عم بشوف فيها سكوتوما على سبيل المثال، بدي استخدم البريزم بيس ان لأحاول اتغلب على الكونفيرجن اللي بصير عندي من الماجنيفيكيشن العالية اللي راح تصير. بدي انتبه على شغلة كمان اللي هي هسا لو انا اجيت بدي احكي عن تيلي مايكروسكوب، تلسكوب اللي هو للبعيد والمايكروسكوب للقريب، فهو عندي تلسكوب فيه عدسة بشكل غطاء برفعها وبنزلها اللي هي للقراءة، فبحكي لك عدسة القراءة على سبيل المثال 4،
بتكون انت بتطلبها من المصنع تكون 4 diopters 3 diopters الى اخره. فاذا انت بدك تحسب التكبير اللي صار او الناتج عن هذا التلي مايكروسكوب، فهو بحكي لك هو مقدار التكبير تبع التلسكوب مضروب بالمايكروسكوب. التلسكوب حكينا الفيجوال اكيتي الهدف، بقسمها على الفيجوال اكيتي الحقيقية العدد الكبير على الصغير، لانه انا راح اكون احكي لبعيد بحكي عن الديسمال فيجوال اكيتي شافت. طيب الا اذا كنت انا عم بحكي عن السلينل العشرين على عشرين، فراح استخدم الريل تقسيم الاوبجكتيف العدد الكبير تقسيم الصغير. طيب هسا انا حكيت بما انه عندي الفور ديوبترز الصغيرة هاي للعدسة النير او الابروكسيميت لينز اللي بتقرب لي الشغلات لأعمل فوكسينج للنير ديسنس، اذا كان عندي تكبيرها بلس فور ديوبترز على سبيل المثال، بعرف مسافة الفحص عندي فلنفرض 25 سنتيمتر، المية تقسيم 25 راح تعطيني 4، يعني كل واحد ماجنيفيكيشن انا عم بحكي كل 4 دايوبترز عم بحكي عن 1 ماجنيفيكيشن. فاذا العدسة الصغيرة هاي الابروكسيميت لينز المركبة فوق التلسكوب اذا كانت عندي 4، تقسيم الاربعة اللي حصلت عليها من الحاصل مقسوم المية على 25 سنتي طلع لي 1، الواحد هذا راح اضربه اذا كان عندي على سبيل المثال تلسكوب 1 التلسكوب 3 ثلاث أضعاف بالتكبير، فثلاثة ضرب واحد راح يعطيني التوتال ماجنيفيكيشن اللي حصلت عليه بالتليمايكروسكوب. لو كان على سبيل المثال عندي المسافة 4 بس كانت عندي درجتين، فراح أنا أقسم الدرجتين على 4 بضربهم بال ماجنيفيكيشن تبع التلسكوب فبحصل على التوتال ماجنيفيكيشن. فدايما تكون انت عارف شو اللي بدك تعمله. اول شيء بدك تاخذ الفيجوال اكيوتي للبعيد، وبدك تحدد لك الهدف المعقول اللي ممكن يوصل له المريض. نفس الشيء للقريب، بدك تعرف تراعي المسافه اللي الفيجوال اكيوتي شارت انعملت لها سواء للبعيد او للقريب. بدك تحول القيمه باستخدام القانون اللي حكينا عنه لتحصل على الفيجوال اكيوتي الحقيقية اللي راح تساعدك لتوصل للماجنيفيكيشن اللي احنا محتاجينها. ما تنسى اذا احنا عم نحكي عن باينيكولر فيجن عندي مقبول بالعينتين، فانا لانه راح اعطيه درجات عالية للعينتين الطبيعي درجات عالية راح تكون هاي بلس راح تعمل لي كسايد افكت العيون تطلع لبرا، فبدي استخدم بيس ان بريزن اللي اعالج الاكزوتروبيا اللي راح تحصل عندي اياها. بدي انا بحكوا على موضوع الفيجوال اكيت اللوج مار اللي حكينا عنه، المار اللي هو مقلوب الديسيمال اللي بعديها باخذ له اللوغاريتم لاحصل على هاي الفيجوال اكيتي، بتكون ادق لانه انا بالضبط بعرف شو القيمه اللي بتكون مناسبه لهذا المريض رقميا، حتى لو كان عندي في احرف هو ما شافها بالأسطر اللي بتكون بالعادة أصغر من السطر الكامل اللي شافه كامل. بالعادة باللوج مار فيجوال اكيوتي شارت راح تشوف في عندي مصطلح اسمه الفار VAR من فيجوال اكيوتي ريشيو، هم هي قيمة بتكون موجودة بجانب اللوج مار أو اللوج مار فاليو اللي هي عبارة عن 100 ناقص 50 ضرب اللوج مار فاليو لكل سطر، فبحدد لي الفار الفيجوال اكيوتي ريشيو اللي بالدراسات العلميه بالابحاث العلميه بيعتبروها الثريشولد اللي انا لما بدي اقيم مريض بدي اقيم حاله او بدي اقيم دراسه بحد ذاتها، انا بدي استخدم فيجوال اكيوتي ثريشولد، بدي اشوف هو شو اللي شافه عنده اذا كنت انا عم بحكي عن الريبيتابيليتي او عن ريبروكتيفيتي اللي هي اذا كنت انا بدي اقيم الفحص من ناحيه الاخطاء الوارده لهذا الفحص كفحص، ولا من ناحيه الاخطاء الوارده لهذا الفحص بسبب الفحص اللي عمله. اتذكر دائما عشان المعلومه تضلها ثابته انك دائما تراعي تطبيقها بالعياده، تنشر المعلومه قد ما بتقدر، تعليمك للمعلومه للناس بيساعدك كمان انك تثبتها. شكرا لك للمتابعه.